السلام عليكم، تحياتي لكم شبيبة زينة. حبيت برك خوتي نشارك معكم الأجواء الشتوية الممطرة هنا من أشهر شوارع أنقرة. هاد الشارع خوتي اسمه كيزلاي خوتي، أجواء باردة باردة خوتي. حبيت نوريكم الشارع هذا نقي بزاف ما شاء الله. أجواء الشتاء هنا خوتي الله يبارك، هنا كاين بزاف محلات ديفرنت شوبس، محلات الاكل ومحلات التسوق. هنا خوتي كما تشوفوا فلوريست. المهم خوتي رسالتنا لخوتنا في الغربة، الجالية الجزائرية كاع الجاليات، في الشتاء خوتي كلوا مليح وشربوا مليح ودفوا مليح خوتي، هذه هي. خوتي الجو هذا خوتي يفكرني في حاجة، يفكرني خوتي في الدار يديروا اللوبيا كي يكون الجو هكذا خوتي، المطر والنور تصب لوبيا، اللوبيا في الدار. والله توحشت اللوبيا يا خوتي، ما شاء الله شوف. هنا خوتي الشارع هذا عادة انه يكون مكتظ، لكن راهو البرد والمطر الناس ما يجوش ليه بزاف. المهم شبيبة زينة كما قلت لكم كله مليح ودفاو مليح. انا واش نقول لكم راه الشتاء، درك نحكم المترو ونروح تاع الدار، هذاك هو شويه مراجعه الاختبارات وكاع فتره اختبارات هذه الان في انقره. المهم انا واش نقول لكم، كان فيديو خفيف اجواء تاع مطر. طلوا في راكم، سلام.